لبس لبس تعال شوف. يا عمي ابو النار لا اهلين ولا سهلين. والله حي الله. لخص كوزما ولا عيونك هالرابع. لخص كوزما ست حركك بدي احكي معك بنص كلام. شوف سمعتك عم تفرع الرصوص على الطالعه والفايته. مين قال له؟ شو مين قال لي؟ مين شرب الدورية امبارح؟ شرب اهل الحارة؟ أنا دورية؟ الزكاة الدورية يعني الأصل هو ما هنالك يا عمي أبو النار. إنه أنا كنت عم أوزع على روح الميمة. لك إذا على روح أمك ما عندي مشكلة، بس تجي بتستأذني. يعني أنا قلت لحالي إنه أنت بتحب الخير، أنا عملت هيك خير لوجه الله تعالى، أنت هيك ربيتنا، قلت أكيد أنت بتحب الخير ورح تنبسط خيرات الله. لك نمس اللي بيشرب يشرب كاسة كاستين. مو بيشرب الخسكار كله على الحارة. بعدين في شغلة لازم تفهمها وتحطها على بيدك. اللي له شريك له معلم. خلاص خلاص عمي ابو النار خلاص اقسمها من حصتي. هلا ها طلع معك. ولك خلاص قلت لك استسمحتك شباك. ولك لمس قلت لك استسمحتك شباك. ماشي ماشي عمل خير اللي عملته علي وعليك، بس تاني مرة لا تعيدها. شو هي؟ ولك لمس عمي ابو النار والله. لك روم خلتي روم خلتي روح. السلام عليكم.